The one I'm gonna call next in the red corner. You know him already. You have seen him fighting in Brussels already. الفن نبيل مع هذا الموعد الهام ونزال يجمع البطل الليبي مالك زيناد. الطرف الأول أمامكم يدخل يصل إلى الحلبة. هذه الرقصة الكلاسيكية المعروفة التقليدية وانطلاق الجولة الأولى. الجولة الأولى ثم ارجع نوع ما بطء وجس نبذ، على عكس البداية الأولى كانت أسرع ربما من المتوقع. التحام لا، وهنا جاله تعب نسبيا يبحث عن الراحة والحكم تفضل، لكن زيناد أظن تخل. فما جس نبذ بسيط وقريب، دقيقة وثانية لنهاية الجولة الأولى، لا بعيدة بعيدة. ممتاز هذه السكيب، أي هذه الابتعاد لطريقة مليك، ممتازة من مالك في هذه الحركة. حتى مراوغة مالك جيدة، أي كما يقولوا في طريقة الرقص فوق الحلبة. يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، وآخر مقابلة فاز بها ديالو كانت أمام سليم برجب من أصول مغربية ويحمل الجنسية الفرنسية يوم 21 أكتوبر 22. لكن كانت انطلاقته في 30 أكتوبر عندما أول مقابلة فاز فيها على السربي في مالطا. يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، وآخر مقابلة فاز بها ديالو كانت أمام سليم برجب من أصول مغربية ويحمل الجنسية الفرنسية يوم 21 أكتوبر 22. لكن اليوم تحدي جديد، مقابلة جديدة من نوع آخر، البحث عن حزام جديد. ستوب، يدخل الحكم، ابتعد ابتعد، لا شو يطلب منه باليسار، باليسار يقول له سدد باليسار، سدد باليسار، وكأنه شعر به. وهناك على ما أظن فما إصابة على مستوى وجه ديالو، فما إصابة على مستوى الوجه لديالو. بالطبع هذه ما يكون فيها طرف الحكم أولا ثم بعد. ابتعد، بريك من فضلك. شوف يبحث مالك في وضع الطرف الثاني في زاوية من الحلبة، ولو وضعه في زاوية ويسدد له لك ما تكون صعيبة. فمعنى ما يزموش مالك، ما يزموش ابتعد، ما يزموش ابتعد، يزمو يواصل في نفسه ديالو. فهذه خدم نفس ساق الارتكاز بالنسبة للاثنين، وممتازة. يبحث عن الطرف المقابل، تكون انزلاق عندما يكون يبحث عن اللكمة، ينزلق القفاز، ما تكون أيضا اللكمة سلبية، لكن ممتازة الآن. هذه الطريقة الجيدة، الطريقة الممتازة اللي يعرفها مالك في مثل هذه الحالات. شوفوا الصيحة، صيحة الأسد، صيحة البطل، صيحة المفتاح اللي لمس بها ديالو مالك. يبتعد عليه الآن، إذا مالك يكون بالتغطية أكثر الآن، لأن ما تبقى من جولات لو كانت تكون صعبة عليه. لكن هذه اللمسة هو من ديالو إلى زيناد، وممتازة. هذه اللكمة كانت جيدة، واللي على أثر داخل الحكم جات مع نهاية ربما الوقت القانوني لهذه في اللكمات، في الحضور، في الارتكاز، في كل شيء. لهنا هي الأخيرة والابتعاد عن الهفوة القادر، هذه هي المطلوبة في مثل هذه الجولات، لأنها الأخيرة. ما فماش رجوع، ما فماش جولة قادمة، ما فماش حل آخر، إما تربح إما توصل أو تكمل. ممتازة، المس مرتين وجه ثم على البطن، وهذه لك أخرى ممتازة. لو كانت سريعة، لو كانت في الوجه. هذه الأخيرة ونهاية النزال، نهاية. فما أسبقية واضحة، فما أسبقية، فما أسبقية المالك، فما أسبقية المالك واضح من خلال لكمات، من خلال WBA Continental Light Heavyweight Champion in the red corner، مالك.